متفقين. كل سنه وانتم طيبين يا جدعان. بمناسبه العيد وطبعا عايز اقول لكم ماشي، لو انت ما طلبتوش لبس العيد ففي قدامك فرصه، لو انت من القاهره او من الجيزه، ان انت هتطلب وهيجي لك النهارده او بكره بالكتير، هيتشحن قصدي النهارده وهيجي لك بكره او بعد بكره بالكتير قوي، من على وولفز بايكل توينز. لو من محافظه ثانيه فانت اطلبه برده بس هيجي لك بعد العيد. المهم ما تنسوش ان النهارده ليله 29 رمضان، ده اللي انا جاي لكم فيه النهارده، ليله 29 رمضان. زي ما فكرتكم ب 25 وزي ما فكرتكم ب 27، فالنهارده ليله فرديه، اخر فرصه في رمضان. هبقى افكركم تاني بعد ما في حاجه رايقه ممكن تعملوها، مش هتكلفكم حاجه خالص، يعني حاجه بسيطه جدا. كيس المكرونه مثلا ب 4 جنيه ونص، ممكن تجيب 10 اكياس كده ولا 5 اكياس، يعملوا لك قد ايه 9 اكياس مكرونه، حاجه عظمه العالم. فدي سهله اهي، كيس المكرونه ب 4 جنيه ونص. شوف بقى هتفطر كام واحد، حاجه مبلغ بسيط جدا ممكن تدفعه بس هتشبع واحد، هتبقى فطرت واحد وخدت اجر افطار سويا. رمضان في مصر غير الدنيا،